جدا، إلى أن شهد الناس بأعينهم حقائق ما ذكرته، وما زال هناك حقائق ذكرتها في حلقاتي لسه الناس هتشوفها خلال الفترة القادمة على أرض الواقع. طب أطلع أقول إيه بقى؟ وبعدين أنا لما قلت هما الناس عملت إيه؟ ولا حاجة. طب أنا هطلع أقول هيعملوا هم إيه؟ بيقولوا احنا نعمل ايه، ولا يعني يعملوا. احنا في كل لا مفيش الاحوال حد، بص يا مفعول فندم، به ولسنا ربنا فاعل. سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق الحيوان، الاتنين لهم إحساس، الحمار له إحساس والبني آدم له إحساس، الاتنين إحساسهم واحد. لو جبنا دبوس إبرة شكينا بيه الحمار،